السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا اخوكم يعود اليكم من جديد. قبل ما غادي نبداو هذا الفيديو ديالنا اخوان المشاهدين، بغيت نشكركم بزاف المتابعين الكرام، شكرا لكم. يعني انتم بلا بكم حنا رحنا والو اخوان المشاهدين. اخواني اخواتي الكرام، لاول مره يشوفنا لاول مره يشوف هذه القناه، معلي غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. باقي انا في الوعد ديالي على دعم القنوات الصغار. انا ما كرهتش نتمنى كاع المغاربه اللي ما عنده ما يدار يدير قناه اخوان المشاهدين، يدير واحد المحتوى، لان اليوتيوب يعني ماشي دائم ولكن فيه الفلوس بهذا المفهوم هذا. ولكن اللي عنده المشاهدات كبار كما كنت قلت لكم اخواني اخواتي المشاهدين، اخواني المشاهدين الكومنتات راهم كيجوني بزاف. كنتمنى اللي بغى يدعم القناه ديالو غادي نخلي الانستغرام ديالي هنايا وغادي نخليه تحت في الوصف، يدخلوا عندي باش كل واحد غادي نبقى نكتب سميتو باش نبقى كل سبت والحد ندير ربعه ديال القنوات ندير لهم الدعم باط الاخوان. انا ما كرهتش كاع نعاون كاع كاملين خوتي المغاربه، لان بزاف ديال الناس راهم كيدسوا عليكم بحال هاد المعلومات هذه. ديروا قنوات، اللي بغى دير قناه دير قنوات ودير واحد المحتوى زين وربي كتب لها اخوان المشاهدين. معليش ماشي مشكل الا بنادم عنده خدمه وعاون راسه، يعني الله يكثر علينا الرزق، يجي الرزق في الرزق. هذه من جهه. من جهه اخرى قبل ما غادي نبداو هذا الفيديو هذا ديالنا وغادي تشوفوا معايا اخوان المشاهدين هذا الفيديو، يعني بزاف انا بقات في هذيك الوليه ديال سميره وبقاو فيا بزاف ديال الناس اخواني المشاهدين. مع العلم انا ما كنبغيش اللي يحقر المراه، ما كنبغيش اللي يحقر بونسوان من هذه الجهه هذه، ولكن من جهه اخرى يعني نشوفوا حنا الحق فين راه. المهم غادي تعرفوا معايا بعض الحقائق اخوان المشاهدين قبل ما نبداو هذا شي عاون شي بغينا حنا شي عاون شي اخوان. كون درنا بحال هكا شحال وكان كاع المغاربه طلع، ماشي واحد يحسد شي واحد يطيح شي، راه غادي بنادم يدي معاه غير شبر. المهم خويا قبل ما غادي نبداو هذا الفيديو هذا بغيتكم هذا يعني انا ما كنعرفش هذه القنوات، غير كنشوف كنجبد من لي كومونتير وكنحط. بغيتكم هذه القناه اخوان المشاهدين، نتمنى كاملين تدخلوا عندها، دايره شهوات ناعمه ام هدى كدير يعني كما نقولوا داك الطبخ ديالها داك الشيء المحترم، عندها محتوى. والقناه الاخرى اخواني المشاهدين اللي دايره شهوات رشيده العبديه، هذه نتمنى ان شاء الله تدعموها اخواني اخواتي الكرام وتدخلوا عندهم. اما في تفاصيل هذه الحلقه اخواني اخواتي الكرام، بعد قبل ما نبداو هذه الحلقه هذه بغيتكم تسمعوا هذا الفيديو هذا اخواني المشاهدين وهذا الاوديو اللي خاطر، عاد من بعد غادي ندخلوا للتفاصيل الكاملة. سمعوا معايا وشوفوا واش راسرة وشوفوا باش تعرفوا ان داك بنادم بلا ما نذكروا الاسم ديالو يعني كان ديجا باغي ينصب عليها وكان ديجا باغي يجيبها على الدص باش ما بقى تخلص درهم من اليوتيوب، يعني كان باغي يصفيها لها نيشان بهذا المفهوم هذا باش يعني كيما وعادي يحسر عنده وليدات وبقى يجيها السينيال وبقى يجيها اخواني المشاهدين كيما نقولوا يعني السينيال، يعني هو رد الادسنس بسميته هو من وقع لهم المشكل اخواني المشاهدين. مهم هنا هذا الفيديو هذا ديالو اخواني المشاهدين، سمعوا واش تا قال فيه، سمعوا اخواني اخواتي الكرام سمعوا باش تفهموا واش قال فيه هنا باش تعرفوا باللي مول الفز يقفز، مول الفز يقفز اخواني اخواتي الكرام. سمعوا صافي ما عجبناكش ما صلحيناش ليك، سيري للمحكمه طلبي الطلاق طلبي النفقه ولادك والله يحفظك السلامه. انا ما سيت انا ما تنسينياليك حتى شي حاجه، داكشي كلشي كذوب. اعطيني انا شي سينيال في سميتي انا، في سميتي انا جاك شي سينيال بسميتي انا. وبالنسبه لانك كتقولي لنا يعني خليوني نخدم على راسي مهم اخواني اخواتي الكرام، سمعتوا هذا بانه قال انها ما كانش سينيالي لها القناه ديالها، مع العلم ان كانت عندها واحد القناه فيها مليون وما كانتش تربح منها، مع العلم تعرفوا قناه مليون شحال كتدخل، راه كتدخل مبالغ مهمه اللي هي قالتها كتدخل ما يقارب 20 مليون حتى ل 15 مليون اخواني اخواتي الكرام، يعني هذا الشيء راكم عارفين وعارفين القنوات الكبار. ولكن القنوات الصغار اللي بحال القنوات ديالنا راه ما كيخلصوش شي فلوس، اللي يعني كما نقولوا واحد البركه قليله وصافي القناه، يعني على حساب المشاهدات. مع العلم اليوتيوبرات راهم عارفين اخواني المشاهدين انا كاين شي فيديوهات ما كنربحوش منهم فيهم الدولار بالصفر، يعني بزاف ديال اليوتيوبرات يعني داسين عليكم هذه المعلومه. انا ما نقدر ندس حتى حاجه، انا عندي نيشان نيشان، يعني علاش بنادم قلت لك اودي اللي يقدر يدير قناه، انا نشجعكم ونقول لكم ديروا قنوات، انا نشجعكم ونقول لكم نقدر ندعمكم. هذه من جهه. من جهه اخرى سميرة البارح حطت واحد الفيديو مسكينه انها قالت حنا نضمنوا معاه كل شيء، غير نشوفوا غير اللي بغينا، حنا بغينا غير الحق، بغينا غير الحق. انه قالت لك اخواني المشاهدين واخا انت كتقول بانك تمشي للمحكمه وتدعي للمحكمه وتطلب النفقه ديالو، انت اصلا مشيت تكتب بانك ما تقدرش تخلص النفقه وانك بدون خدمه وبدون رصيد،
من هذا المفهوم هذا. ومع العلم أن إخواني المشاهدين شوفوا الجرأة الخبت فين وصل به، مشى لها كاع مع العلم هي من صارت المشكل، مشى للدار ديالهم كامل الفيديوهات ديالها الادسنس بعدا ردوا على سميتو، وكامل الفيديوهات ديالها اخواني المشاهدين الاشهارات، كاين واحد الاشهارات الا كتشوفوهم مشى للدار ما يقارب مانيش عارف شي 80 ولا 85 فيديو، قلع لهم دوك الاشهارات باش ما تخلش. وشوفوا الخبت واش دار اخر، باش غادي نخليكم باش تسمعوا الاوديو، ما بغيتش نطول عليكم هذا الفيديو بزاف. شوفوا شاف دار اخواني المشاهدين مع ولادو كيبانوا في القناه ديالهم، مشاو قايسين لها القناه ديالها ديال وراه راه تعرف بها في واحد الاوديو من خرج مع الاوديو ديال المكالمه هو ويوسف اللي كان مع صوت العداله، قايسين لها القناه. ومع العلم قبل ما يسيني لها القناه مشى بدل الادسنس وداروا على سميتو، ومن جات للدار هي ما قدرتش دير الادسنس. وش مشى دار؟ مشى باي سم بالسميه ديال لاكارت، راكم عارفين الا درت شي حاجه تقدر دير مره ادسنس بسميتك، الا تغلق لك الادسنس عمرك ما تزيد تشوف الادسنس بعدا بالسميه ديالك، عمرك ما تزيد ديرو، خصك دير بشي ادسنس اخر بشي سميه تاع شي امراه ولا شي راجل اخر. شوفوا واش دار، دار قنوات كري، راكم عارفين واش صرا له مع امي نعيمه اخواني اخواتي الكرام، يعني فيديو شكون اللي عنده فيديوهات القدام ديال امي نعيمه من غير هذيك العائله؟ حتى شي واحد. فيديوهات اللي ما كانوش داخلين في اليوتيوب، هذه من جهه. من جهه اخرى اخواني اخواتي الكرام، مشى دار بقى يدير قنوات وبقى يدير الادسنس بالسميه ديالها، بقى يدير داك الشيء نتاع العنف وداك الشيء ديال اللي ما يقبلوش اليوتيوب، الخبث العنف، يعني داك الشيء ديال ارهاب، داكشي ديال المهم اللي ما يقبلوش اليوتيوب. من بعد صافي بلوكاو لها الادسنس نهائيا، عمرها ما تزيد تشوفوا في الحياه ديالها. وهنا غادي نسمعكم اخواني المشاهدين الاوديو، يعني مشاركه ديال اليوتيوب غير باش تفهموا. شوفوا راه يعني هنا مترجم معدل مصاوب. Thank you for contacting the Google Absence Administration. I'll be assisting you today. First off, can you confirm the name associated with the account, please? Thank you for that. Yes, well, Samira Tawel, I do have to apologize. I see here, this name seems to appear in our absent blacklist, but our records do not show any reason as to why. Meaning, unfortunately, an absence account cannot be created with this name for any reasons anonymous. It seems there are many reports from within your country for this name. Unfortunately, our policy prohibits me from disclosing any content or any name, but I assure you we will try to solve the problem as soon as possible. An investigation will be open for this issue to reveal the reasons for preventing the creation of an account. كمشتو يعني ما تقدرش تدير شي اكونت اخر بالاسم ديالها، ما تقدرش نهائيا الى الابد. شوفوا الخبت ديالو فين وصلوا. مع العلم عنده معها ولاد، مع العلم كيخرج كيقول لها قدام الملا انه ديت وحده مطلقه. في الاول كنت عارفها مطلقه، والمغاربه ما كانوش عارفينها مطلقه، وكان ما درتوش حرمه البويت وخرجت وهادشي. شوفوا الخبت فين وصلوا، انه يحيد هذاك الشيء ديال الادسنس باش ما تبقاش تخلص، المهم بغى يدمر لها الحياه ديالها. علاش؟ هذيك راه غير وليه وانت خارج انت للمحكمه وقال لهم بلي انا ما عنديش بدون رصيد وبكم كذا، وعاد تقول لها دركي دفعي للمحكمه ودفعي للطلاق والنفقه. اخواني راكم سمعتوا بالصوت ديال المترجم، يعني شوفوا واش قال لها اليوتيوب، قال لها ما مسموحش لينا نعطيوك معلومات نتاع هذا الشخص هذا اللي دار هذا الشيء. يعني القناه ديالها سينيالاو بزاف ديال الفيديوهات، فوقاش ما يمشي يسينياليهم اخواني المشاهدين، يا حسابتها على واحد الموسيقى سينيالاو القناه، ولكن ما سينيالهاش القناه على حساب الموسيقى، لقات داك شكون اللي عارف الاسم ديالها؟ شوفوا اخواني المشاهدين، ما بقاوش نكذبوا على بعضياتنا، ما بقاوش راه كلشي تفرش. سي المغاربه واش عارفين لاكارت ناسيونال ديال سميره مربوحه ولا ما عارفينش؟ شكون اللي عارف نكوتها وسميتها والادريس ديالها وهذه والشخصيات ديالها؟ حتى شي واحد من غير راجلها من غير الحرمه البيوت.
علاش ما قدرتش تحل شي ادسنس اخر؟ يعني احنا نديرو محقق كونان، علاش ما قدرتش تحل شي ادسنس اخر؟ ما قدرتش لانها المعلومات الشخصيه ديالها كاملين عند راجلها، وبقى يكتب فوقاش ما يكري شي قناه يدير. علاش هذا الخبط البزاوز؟ ما تقول بان كذا رداتك راجل، واخا رداتك راجل خدمت عليك مرأة، وانا انسان ما نستعرفش بالراجل اللي تخدم عليه المرأة، خمشي نطلب كاع. لهذا اخواني المشاهدين، هذه هي نهاية هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو وتضغطوا على زر الاشتراك، تضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم اخواني المشاهدين، نتمنى ان شاء الله ما تكونش ثقيل عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى اي واحد ما عنده ما يدار يدير قناة ويستفد منها. الى فيديو قادم ان شاء الله، واستناو دائما الجديد.